احنا اعتبرنا التوقيع كان اولا لمناوره، ثانيا عمليه ابتزاز سياسي، ثالثا مصادره للحوار. نحن نوقع على خارطة طريق معروضة للنقاش، نوقع على ورقة عمل تحتوي على مقترحات معدة للنقاش، نوقع عليها منذ البداية وننطلق في الحوار. اعتبرناها مصادرة لعملية الحوار. اكتشفنا من خلال بعض الكلمات اللي تم إلقائها، وأذكر بالذات كلمة الأستاذ حمد همامي، اكتشفنا النوايا الحقيقية من محاولة فرض هذا الشرط، عندما قال ان باعتبار ان الناس كل وقعت الان يجب ان نمر الى التنفيذ فورا. نمر الى التنفيذ، مش الى الحوار ولا النقاش، الى التنفيذ. ونحن نعرف اللي الهدف بالنسبه لعدد على الاقل من الاطراف اللي طرحت الشرط هذايا واللي مشى فيه، هو الهدف هو فقط حل الحكومه، تغيير الحكومه، وليس لم يكن الهدف معناها اطلاق توفير شروط الحوار. بالنسبه لنا الان باش ما نطولش برشا، حزب المنتظر من الجمهوريه، المكتب السياسي لحزب المنتظر من الجمهوريه اقر هذا الموقف. اعتبرنا ان هذا الموقف هو بات ونهائي، لا مجال لتوقيع ورقه عمل معدل للنقاش، لن نوقع على ورقه عمل معدل للنقاش. عرض علينا ان نوقع مع اضافه كل التحفظات والاحترازات التي في بالنا، احنا قلنا ليس بذلك. التوقيع يكون في اخر المطاف، يكون تتويج لمسار حواري ولا يكون في أوله. نعتبر أن موقفنا قوي أخلاقيا وسياسيا وقانونيا وشعبيا، موقفنا قوي. احنا بالنسبة لنا نعتبر اللي الموقف بتاعنا سندتنا فيه قوى سياسية محترمة موجودة معنا، سندنا فيه كثير من التونسيين، سندنا فيه عدد من الخبراء الدستوريين، وصنعنا كلام يمشي في الاتجاه هذه. نحن نتمسك بموقفنا المبدئي. نحن في حزب المؤتمر ندعم المجلس الوطني التأسيسي كمصدر للشرعية وكصاحب للسيادة وكصاحب للصلاحيات الكاملة في المرحلة الانتقالية هذه، في منح الثقة للحكومة، في مراقبة الحكومة، في سحب الثقة من الحكومة هذه، وبالإضافة للجوانب التشريعية وبالإضافة للمهام التأسيسية. أؤكد للجميع أن تيار المحبة حريص على الالتحاق بالحوار الوطني والمشاركة في جلساته والإسهام في نجاحه، غير أنه يرفض التوقيع المسبق على خارطة الطريق والمبادرة التي أعدتها الرباعي الراعي للحوار، ويعتبر اشتراط التوقيع المسبق أمر غير منطقي وغير عادل. وكما قال الدكتور محمد هاشم الحامد المؤسس ورئيس تيار المحبة في بيانه الصحفي يوم أمس، إن مبادرة اتحاد الشغل والمنظمات المتعاونة معه يجب أن تكون منطلقا للحوار ولا سيفا مسلطا عليه. تيار المحبة يرغب في الالتحاق بجلسات الحوار الوطني لإقناع المشاركين فيه بأن الحل الأمثل للأزمة السياسية في تونس هو التوجه لانتخابات تشريعية مبكرة، أو على الأقل القبول بإجراء استفتاء لتخيير الشعب بين مبادرة الاتحاد وبين الانتخابات المبكرة، أي العودة إلى الشعب، إما بانتخابات مبكرة أو باستفتاء. تقريبا اللي قالوا الأخوان يعني عماد وسعد الوهاب يعني يعبر على موقف مشترك، وأنا ما عنديش اختلافات عليه، فقط بعض الإضافات السريعة. إذا حبينا نلخصوا وجهة نظرنا إحنا علاش اقتنعنا على الحوار. أولاً مشينا للحوار، حضورنا في جلسة الافتتاح هو دليل على أننا لبينا الدعوة ونؤمن بهذا الحوار وحضرنا من أجل إنجاح. لكن أنتم وحدكم تكتشفوا أن تأجيل الجلسة 3 ساعات أكبر دليل على أن هذا الموضوع كان مفاجئاً، وإلا ماذا كان جاءت شيء نعرفوه قبل؟ رغم أمور واضحة، أكثر من 3 ساعات نقاش دليل على أن هذا الأمر كان مفاجئاً. 2، الانفراد بالتفاوض اساسا مع حركه النهضه احنا شيء نرفضه، لان الاطراف التي جاءت هي احزاب يعني على قلب مقتضى المنطق كل واحد وحجمه محترم، ولكن كلها اطراف يد الحوار، فلماذا يقع الانفراد بحزب معين وكان انظاره هو ينهي العمليه؟ 3، احنا نعتبر بان شرط الامضاء قبل ذلك وقالوا الاخوان هو انحياز واضح من الرباعي أو شيء من الابتزاز فعلا اللي وقع فيه لصالح طرف الحوار، وهو جبهة الإنقاذ التي اشترطت ذلك في بيانها مساء الخميس.